هذه رسالة إلى بعض إخواننا الذين يعملون في الشركات، هو يعمل من 8 إلى 4 لكن كل يوم عنده ساعة ناقصة، في الشهر عنده أكثر من 20 ساعة، وعنده 3 أيام مشغول ما خدمهاش، أحسب في الساعة شحال عنده، أحسب في 10 سنوات شحال عنده. هذه كامل مرحلة تقي الله عبد الله. أنت يا مالك حلال من 8 إلى 4 خدمت 8 إلى 4 وحده، عرفت روحك تأخرت أيام نهاية الشهر نحي هذاك المال اللي على بالك بلي ما خدمتوش وتصدق به لا تأكله. عبد الله الأمر عظيم 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 جدا. إلى ذلك الذي لا يأتي العمل ربما يغيب لظرف، غبت ما تديرش شهادة مرضية بلي كنت مريض تا ماشي مريض. الأيام اللي خديتها كلها حرام، كنت مريض لكن هذا الأمر، هذا الأمر لا عادي في المجتمع. عبك شكون اللي ما ولاش عادي اللي يتكلم على هذا الأمر؟ أنا الآن مانيش عادي، أنا الآن كي راني نتكلم على الأمر أنا اللي ماشي عادي. صار الحرام هو العادي في المجتمع، والحلال والحق صاحبه شاذا. نعم يا أخي، هذه الشهادة مرضية حرام وانت ماشي مريض. المالك اللي تمر والله حرام في حرام، يلي تعمل في الشركة وتجيب الأقلام والأوراق البيضاء لأولادك، على جال 10,000 تدخل النار. تقي الله، هذاك غلول. على لأنه هذاك أموال العامة، هذاك أموال، هذاك ملك للشعب. ما كيتكلموا يقولوا بصح قاعدين يسرقوا الدولة يتسرق، بصح واش دخلك انت في الدولة؟ اسأل نفسك. الله عز وجل يوم القيامة ما يسألكش عن فلان وعن علان، يسألك عن نفسك. اتق الله، لأنه مسألة المال الحرام خطيرة جدا يا إخوان. عمك أنا شنو نركز عليها، اسمعوا ماذا سأقول. روى البخاري ومسلم، ثم قارن، أي إنسان عقلي يقارن. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام رجل أسود يدعى، يعني اسمه مدعم، أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتل الرجل يوم خيبر في غزوة خيبر بسهم، فقال له الصحابة، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: هنيئا له الشهادة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: كلا، ماشي شهيد، إن الشملة التي أخذها من غنائم خيبر قبل أن تقسم الغنائم لتشتعل عليه نارا في قبره. هذا الرجل الأسود الذي مات، الغنائم كانوا في الحروب يجمعون الغنائم ولا يجوز أحد أن يلمسها حتى يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة ويقسمها، يعني وكان تدي حاجة قبل، فذلك يسمى الغلول. هذا الأسود دا قطعة قمر صغيرة حمراء، شملة. فقالوا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال: كلا، إن الشملة التي أخذها من الغنائم قبل أن تقسم لتشتعل عليه نارا في قبره. يا إخوان، دا شملة، كيف بمن أكل أموال أمة؟ شملة، هذا شملة قطعة قماش تشتعل عليه نارا في قبره، فكيف بمن أكل أموال الناس؟ كيف بمن أكل أموال اليتامى؟ كيف بمن أكل أموال المظلومين؟ كيف بمن استودعه الله الأمانات فلم يؤدي الأمانات إلى أهلها؟ كيف ستلقى الله؟ وماذا ستقول لله؟ فاتق الله. هذا رجل عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مسألة المال الحرام مسألة عظيمة يا إخوان.